السلام عليكم إخواني، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معي في قناة جولي الصغيرة. كنتمنى منكم أنكم تفعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. اليوم غنهضر لكم على واحد لابيليل اللي هي واحد مانع الحمل خاص بالنساء، اللي الاسم التجاري ديالو اللي هو ميغسيلون. هاد ميغسيلون هذا كيتكون من 21 قرص. استعمال العلبة هو 3 أسابيع، يبدأ من أول يوم من الدورة الشهرية، ومن كتكمل العلبة كتوقف في أسبوع راحة، ومن بعد كتنزل الدورة الشهرية. من كتنزل تتكمل الأسبوع ديال الراحة ديالك، تتبداي في علبة جديدة دائما، تاخدي الحبة في نفس الوقت، يعني في نفس التوقيت، باش يمنحك واحد الوقاية فعالة. وراك يحتوي على 21 قرص، ولازم يعني ناخدوه 3 أسابيع، ومن بعد كيكون ديما أسبوع راحة. هذه مميزات معروفة على لابيليل. المميزات الأساسية اللي كتجعل ميغسيلو ممتاز على باقي، يعني ممتاز على باقي الحبوب من الحمل، هي أنه ينظم الدورة الشهرية على عكس مواني الحمل الأخرى، واللي يمكن أنها تسبب لنا إما في الطول في الدورة الشهرية، يعني تطول في الدورة الشهرية، وإما تقصر لك الدورة الشهرية، وإما توقفها. أما ميغسيلو كينظم لك هاد الدورة الشهرية بانتظام. بالنسبة للأثار الجانبية ديالو، راه كتكون يعني كتسبب في تخثر الدم وفي زيادة الوزن، وكيكون حتى واحد الصداع وواحد التقلبات في المزاج. هادو هما الأعراض الجانبية ديالو. وكيف ما قلت لكم، ما يجعله ممتاز هو تنظيم الدورة الشهرية ديالو على عكس مواني الحمل الأخرى. وايضا المميزه الاخرى اللي فيه هو انه رخيص في الثمن. الثمن ديالو هو 58 درهم، وراه زوين وفعال، وعليه الاقبال في الصيدليه كثير. راه حتى هو تيخرج بزاف وكينظم الدوره الشهريه. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، وكنتمنى منكم انكم تفعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يكون الجديد. واللي عنده شي سؤال خليه لي في كومونتير ونجاوبكم ان شاء الله. ومازال غنلوح لكم فيديوهات اخرين هذا الشهر هذا ان شاء الله. وتبارك الله عليكم، وشكرا، والى فيديو اخر ان شاء الله.